هذه رسالة عاجلة لكل المبادرين المجتمعيون وكل المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تعمل هنا في شمال قطاع غزة، لكل من يهمه الأمر، لكل مسؤول هنا في شمال قطاع غزة، أن تنظروا بعين الرحمة لهؤلاء الأسر المشردة في الشوارع جراء الاستهدافات الإسرائيلية وجراء التوغل الإسرائيلي الجديد لمنطقة شمال قطاع غزة ومنطقة جباليا. كما تشاهدون المئات من العائلات الآن تفترش الأرض وتلتحف السماء ولا يوجد لها معين سوى الله. يعني هذه العائلة، يعني كيف طلعتوا يا خالتي؟ احكي لنا. طلعنا بحالنا، كما تستمعون لإطلاق النيران، لا أخذنا أكل ولا أخذنا شرب ولا قدرنا ناخذ خيمة ولا قدرنا ناخذ أي شيء. طلعنا بس أولادنا وشردنا هيك ماشي، مشينا من جباليا لحد ما وصلنا. هذا أنتم قاعدين في المكان هذا مش لاقين مكان تقعد فيه؟ فيش إلا أماكن، فيش ولا كما مكان. تستمعون الآن لإطلاق النيران المستمر من طائرات الاحتلال الإسرائيلي. هذا الطفل هو من النازحين فعليا، يعني لو الكاميرا التفتت لتصور المكان التي تتواجد به العائلة، يعني هذا المكان الذي تتواجد به العائلة، هنا الوضع الإنساني وتفاقم الأزمة الإنسانية، ويبدو الوضع كارثي جدا. هذه العائلة لجأت لمكان مقصوف فعليا ومستهدف لتجلس به، لأنها لا توجد مكان آمن ليجلسوا به. طبعا كما تشاهدون جميعهم نساء وأطفال، لا يوجد معهم رجل واحد. هذه الرسالة عاجلة، يجب على كل مسؤول أو كل من يستطيع أن يقوم ب